سبحان الله العظيم. السلام عليكم مشاهدين القناة، مرحبا بكم فلوق جديد، فيديو جديد، نهار جديد، مرحبا بكم، ألف مرحبا. مرحبا بكم المتتبعين الأوفياء، الناس العزاز، إخوتي في الله، إخواني في الله، مرحبا بكم، ألف مرحبا أينما كنتم داخل الوطن أو خارج الوطن، مرحبا بكم معايا. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بعض المقاطع الرائعة، بعض الفيديوهات زوينين اللي صورت في الطبيعة كما كتشوفوا معايا الرائعة والهادئة والجميلة والساحرة اللي غادي نشارك معكم دابا. كما شفتوا معايا المقطع الاول في اوكيمدن نواحي مراكش، كان واحد الجو غزال وواحد المنظر رائع. كنهدي لكم المنظر اللي شفتوا معايا ديال تولوج المكسية، جبال اللي رائع وساحر وكيحسسنا واحد الاحساس جميل بزاف، كنرتاحوا فاش كنشوفوا الطبيعه. هذا علاش بغيت نشارك معكم هاد المقاطع ديال الطبيعه، واخا مختلفين من المكان لمكان، لكن بغيت نشاركهم معكم، كنهديهم لكم. كنتمنى انكم تعيشوا معايا هاد الجو الزوين وتستمتعوا معايا بهاد المنظر الرائع. كنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه بهاد الأجواء ديال الطبيعة. كنتمنى يعجبكم هاد الفلوغ، وإلا عجبكم بارتاجيوه مع العائلة والأصدقاء. فضلا ليس أمر، شجعني بلايك والاشتراك والبارتاج المشاهدة الكاملة للفيديو. إن شاء الله كنتمنى نشوف اللايكات إن شاء الله كثيرة والمشاهدة طلعة إن شاء الله في هاد الفيديو، لأنه فعلا يستحق المشاهدة ويستحق البارتاج. كنتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا به وتمتعتوا بهاد الأجواء ديال الطبيعة، لأنه هاد الأماكن اللي صورت فيهم الصراحة أماكن جميلة جميلة بزاف، وفيهم الهدوء وفيهم الطبيعة الرائعة اللي تستحق أنها تشاف. كنتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم ويرقكم إن شاء الله وتبارتاجيوه وتشجعوني إن شاء الله. كنتمنى لكم كل خير، فرجة ممتعة. Thank you.
شكرا لكم المتتبعين الأوفياء على المشاهدة، كنتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الأجواء اللي عشتوا معايا ديال الطبيعة الساحرة والرائعة والجميلة اللي كتعطينا الطاقة إيجابية وكتعطينا إحساس جميل. كنتمنى أنكم استمتعتوا معايا وعشتوا معايا هذه الأجواء. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا لكم على التعاليق ديالكم الرائعة باش كتفرحيني دائما. كنتمنى يعجبكم هذا الفلوق، وإلا عجبكم بارطاجيوه مع العائلة والأصدقاء، وشجعوني بلايك والاشتراك المشاهدة الكاملة للفيديو. الله يعطيكم الخير، الله يفرحكم كما كتفرحوني، والله يوفق الجميع اللي كيتمنى شي حاجة الله يحققها ليه. الله يوفق الجميع يا رب العالمين. خليت لكم الراحة وعلى خير، إلى اللقاء في الفيديو المقبل، شي جديدة، فلوق جديد، روتين جديد إن شاء الله. طالوا لي فرصكم، السلام عليكم. Thank you.